حتى لا يكون الإنسان مترفا شيخ صالح، ولا سيما الترف المحرم. ما العمل؟ ما الضابط؟ ما الحدود؟ حتى يكون الإنسان داخل العمل الصالح وداخل الترف المباح إن صح التعبير. توسط والاعتدال، توسط والاعتدال، كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فالوسط بين البخل وبين التبذير والإسراف هو الطريق الصحيح. الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس من غير إسراف ومن غير تقتير، هذا هو الطريق الصحيح والوسط. نعم.